ما شحال ما كان العزوزي مزيان كبروفيل ام رابط لا غنى عنه ياك لا غنى عنه علاش تقول لا اللي بان اليوم هو ان البلاصه ديال المرابط انديسكوتابل فهمتيني والبوا ديالو سيرتو البوا ديالو داخل الملعب كيفاش كيكوفري لي سباس كيفاش غيقدر كيفاش كينجح لا فيزيون ديال وليد ولا طريقه الضغط ديال وليد اللي كينجحها هو ام رابط يعني قد ما شحال ما كان العزوزي مزيان كبروفيل ام رابط لا غنى عنه ياك لا غنى عنه علاش تقول لا انت كتشوف لدرجه انه كيضطر على انه يبدل فلسفته ويحط لاعب حدا العزوزي باش يدير اللي كيدير ولكن خويا حمزه في الوقت اللي فاش يكون عندك ام رابط بهذوك لا كاليتي فيزيك اللي عنده وتكنيك كيخليك تمشي كيخليك يهنيك من بزاف ديال الامور يعني كيبدا كيبالاي هو يا وكيدير لا كوفرتور وديما في التدخلات ديالو كتلقاه كتلقاه في الوقت المناسب في الالتحامات قوي فهو خويا حمزه انا متفق معك هو مع فرقه اخرى صحيحه كما تنقولوا مع ليكيب مع منتخب يكون قوي غادي غيبان صحيح ولكن غادي يكون العصاب واحد يكون العصاب بانت في الماتش ديال لافريك دو سود علاش خاص عندك عندك بحال اليوم ما كانش العوين بحال اليوم بحال اليوم من اللي حنا نشد في شاد في شاد في جنابه في الفلاكسيون ديال البيت الاول البيت ديال البيت الاول عقلتي عليه خاصتي حتى اليوم علاش شتي اليوم الماتش مرابط راه دار كرون ماتش لا ما لقيتيش شكون اللي يعاونو بارفوا هو يهبط صعيب صعيب وي 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 ويقسم معاه ويرتاح شويه ناكلوا العصا في ماتشات صحاب على المنافسين على دابا انتوما كتظنوا دابا الركراكي اوكي ربحتي اليوم بسته حنا فرحانين ريزولتا علاش فرحانين حنا عارفين لادفيرسير زرك ولكن ما تنساش نبيل لادفيرسير مقتول نبيل ما تنساش بلاتي راه لادفيرسير سير عليك الماتش اه علاش ما جاش جا رجع لك اللور جا خرج لعب معك الكره من الاول هاد الكونغو واخ فهمت كمل لقينا لي سباس لقينا المساحات دري عندنا كويريا وصلنا البوطو مره ما جوج وماركينا غد النقيطه هادي كوتي تاكتيك الركراكي واش مع فرقه شويه بلو فور واش غيزعم يلعب ان تريو الميليو تيران فيه ام رابط وناحي زياش نظن راه مولي زعما يديرها راه لعب به الماتشات كاملين هذا باقي لا ماتشات كاملين راه غير قلب غير لا في كوب دافريك راه كيلعب ام رابط املاح املاح كان شويه تيعاود تندو على لي 3 ماتش هادو اللي لعبنا تندو على لي 3 ماتش لي 3 ديال لي ماتش راه شد زياش بدل ليه بدل ليه دياز وي مع دياز واش تقدر تقول بحال هكا كون كان دياز لاعب عاوتاني تمايا في هذاك البوست واش بان لك بان زياش ما يقدرش يدير هذوك الادوار واش من الناحيه الدفاعيه ولا من الناحيه الهجوميه؟ بجوج حيت من الناحيه الهجوميه بان على انه كيعطي حلول عنده رؤيه جيده للملعب ديني الباس تحكم تحكم في سميتو في توجيه اللاعب اليمين يعني الله يسر تشوف كيفاش كان كيوجه اللاعب كيشوف المساحات عنده رؤيه شامله للملعب راه دار خدمه دار خدمه زوينه اليوم حكيم ولكن باش المستوى انا وكي ستاتيك بزاف فهمني انت كدوي على الريتم اللي كيلعب به وكان طرق ليها ياك انت الريتم اللي كيلعب به زياش دابا هو اللي عندك عليه تحفظ وانا عليا انا هذا هو التحفظ اللي عندي على زياش ما تكنيكمون تبارك الله راه كلشي كنعرفو لا كاليتي ديالو فهمتيني وكنعرفو كنعرفو القيمه ديال زياش ماشي يلاه دابا غنعرفو زياش ولا لاعب جديد اللي غيجي يلعب معنا كنعرفو القيمه الفنيه ديالو ولكن ما تنساش بانه واحد النقطه كان قال الناخب الوطني اللي هي مهمه هو ان زياش كان عنده بوكو دروات على العام زياش ما بريباراش زياش جا معطل كاراتا سراي زياش ما لعبش بوكو ماتش كاراتا سراي فهمتيني كنتي اثر عليه شويه غيأثر عليك غتبان عليك وكان مالنا في شو الريتم هما لي ماتش وحنا مالنا انا ماشي سوقي علاش ماشي سوقي الا انت هذا العام دوزتيه مكفس وما لعبتيش بزاف وما بريباريتيش وتبليزيتي مره وجوج شنو انا خصني نصبر عليك انا خصك تجي ونلعب اللي واجد عليك ماشي انت ما عطيتينيش في لادروات جو سوي اوبليجي باش نحطك في ميليو تيرا باش تبقى لاعب شوف نبيل زياش واخا كتيبقى البوا ديالو في ليكيب ناسيونال لاعب اللي يقدر يعاونك لا سيرتو ولا كان في الفورما وتنظن كيما انا كدوي عليه هو ماشي في الفورما انا معاك ولكن انت دابا ولكن انت دابا دو ماتش يقدروا يبداو يرجعوا عاوتاني واش فهمتي الماتش الاول ما كانش اون فورما الماتش الثاني فاش درنا دياز في هذاك البوست ما عطانا ما عطاش حتى هو ما عطاش دياز راه ما بانش في الماتش الاولاني حتى مشى راه حتى في الماتش في الماتش دابا انتوما كتبنيو لي على ماتش اسمع لي زعما مع كامل احتراماتي ماتش ماشي ريفيرونس كاع قلنا لك ما كنتوش في راسنا فهمتيني ولكن حنا كندويو على الاداء ديال اللاعبين ديالنا وعلى الثقه اللي ردوا على الثقه اللي ردوا للجمهور واللي ردوا لراسهم وي هادشي ما يمكنش لنا اخويا نبي نشوفوا ونقولوا حنا غاضيين على داكشي الخيب راه كاينه شي حوايج اللي شفناها زوينه اليوم من ليطا ديسبري اللي دوى عليها المدرب منها الحلول الكثيره اللي كانت عندنا منها التوازن منها هذيك الصلابه الدفاعيه اللي كانت عندنا واخا واخا لادفيرسير ضعيف ما كانش يمكن يشكل عندنا واحد اخر انا انا سمحوا لي اليوم اللي بان لي خلق لا ديفيرونس للمنتخب انا رجعنا كنسافروا ماركينا بلا ترونزيسيون اوفونسيف عاوتاني كيما كنا كنديروا في لا كوب دو موند لان المنتخب ديال الكونغو دخل بان بلوك متقدم وخلانا لا ديفيرونس سهل هو الماتش ولكن استفدوا منهم كون لعبوا لنا بلوك با واش كنا غنشوفوا
هاد النيل جو سي با سور. ولكن انت اللي حليتي الماتش، هاد صابيا انت بالضغط حلينا الماتش، انت بالضغط اللي كنتي داير عليهم في الاول، هما باغيين يخرجوا بواحد القاب بحال هكا. بحال هكا متفق معاك انا عبيد، ومطلعين لو بلوك ما رجعوش لحداك. هو هادو معايا على الكونغو، واخا هادي راه سيمكا اللي لعبنا معاه ماشي كونغو، يعني داسيا كونغو صحيحه شويه كونغو خبيز هادي بان بياسي ما عرفتيش لهم فهمتيني بغيت نقول. الخصم واخا ضعيف خدا بوكو دريس، احنا بدينا انا متفق معاك في هذه القضيه ديال على انك امام منتخب قوي بيسو قوي وعنده هذا الحجم ديال اللاعبين اللي كيلعبوا على اعلى مستوى، راه خصهم يعاقبوك. وداك الشيء اللي داروا كيف الزعموا بعد، انا اصلا ما عرفتش كيف الزعموا، الشيء اللي داروا الدراري انت ما غتدخل تماركي البيت الاول الثاني الثالث وتحسم الماتش وتحسم الماتش بريمير ميتون وتماركي اربعه في بريمير ميتون. اذا راه كاين واحد التحسن على المستوى الهجومي ولا النشاط الهجومي دفاعيا ما استقبلتيش حاجه. حمزه حنا متفقين راه ما كاينش، واخا تكون فرقه الانفاس زرقاء ما يمكنش تماركي عليهم السته وانت ماشي مزيان، سي نورمال انت مزيان. مي انا جو مو دوموند واش كنا غادي نلقاو هذا الكم ديال الحلول. راك حطيتيه الخصم وريتيه قيمته، سهل علينا وريتيه قيمته في الاول، احترمتيه عطيتيه السته وكان يمكن لك تعطيه اكثر. راه هو اللي كيف ناصر اللي خاصهم يخوشوا ديما فريق منتخب عادي. خلينا انتم ضعاف لا ما نلعبوش معاهم، ممكن داكشي اللي جاتنا القرعه راه تشدو خصك تردو وتردو للحجم الطبيعي ديالو. راه الكونغو بحال هكا اللي ما عطيتيش شحال كنت باغي تعطيه زعما، وهاد الكونغو هادو راه كان يمكن يصعبوا عليك الماتش كون داروا واحد البلوك كبار. هادشي اللي قلت لك انا في الاول، تلقى فويا تما هي خرجي هنا تبقى حلول، كنا خرجي هنا ونقولوا عاوتاني راه باقي نفس الضغط. ولكن لا شوف لا ماشي باقي لا الدراري تعملوا بذكاء، شافوا بانهم هما كياخذوا دي ريسك في المناطق ديالهم مشينا ضغطنا عليهم. راه لو سول شونجمون تاكتيك اللي كان هو ان دياز في بلاصه ما يبقى في ميليو تيران درناه في بلاصه زياش، وزياش مشى في بلاصه دياز. وهذه اللي لاحظها هي الجمهور والكعبي، هذه اللي بيك عليها الجمهور، يعني الكرا كيدير بالجمهور ودخول الكعبي حتى هو. اه بيان سور كعبي، انت قلت لي يمكن قبل فاش يلاه ديال طلاليس قلت لي بان الكعبي خاصو يدخل، يعني لي بلو فور بوغ موا الكعبي هو اكبر المستفيدين من هاد جوج ماتشات، هو اللي ربح بوكو بوان حيت كاين لعابه كيربحو نقيطات. الكعبي هو ختم موسم ديالو بواحد الشكل رائع، لاعب اللي اجتهد، لاعب اللي كيدوز موسم رائع، لاعب اللي فاش دخل ما خيفش ضمن الجماهير المغربيه، ماركا ثلاثه وكان بوسيبل ومشكور على الفعاليه ديالو على جاني صعاب شويه راه ماشي ساهلين، سيرتو ديك البيت اللي دار مع بلاد روات اخويا حمزه ديال الصوره ديال الحكيمي، وسيرتو هو عسري صعيب مشى بلاصه ومشى عندها حتى اللي خدا في الدوزيام بوطو فاش طلب الاناحي تمايا الدري كيجتهد، الدري داير موسم كبير. الدخول ديال رحيمي حتى هو تجازى بهدف، يوسف كان ممكن حتى هو يماركي، كنت كنتمنى له ماركي الكره ويقول لي انا بلا تقول هذا تالق مع النصيري والله هو خامر وعجبتني لاكسيون اللي الرحيمي كان انا فوق ما الرحيمين كان خصو يتعامل تعامل ديال لي زاتاكون فهمتيني، اسيوري يضرب بريمير بوطو ولا ولاني هو بغى يدخل هو فكر في المصير المصيري وي شحال ماركا وهاد الروح لا وسيرتو انا شفت بالك لي سبيد جروب يلاه داز واحد المشكل واحد المشكل اللي المغرب كامل كيدوي عليه غير في الماتش بقيت هذا وشحال ماركا يعني هاد السيد هذا اللي عطاه ماركي ورد الثقه ديالو والجمهور عاوتاني عاود يرد الثقه في يوسف فهمتيني. شو انا نقول لك كما قال حمزه واخا هو ضرب لها دوره خصك تطلع عليها هنايا ولكن واخا كان شويه بعيده شويه فيها مجهده ولا كون كان رحيمي كنا رابحين بواحد ولا شي ما يعطاش لي رحيمي تماك كنا رابحين بواحد مازال فين وصلنا لثلاثه اربعه كما قال حمزه هذيك نعطيه وي وسيب غير هو زيد مازال تزيد مازال تفيكسي فهمتي زيد مازال تفيكسي قرب عنده شويه وزيد مازال تفيكسي الكارديون ولا تحل لونجل هذا الشيء باش تعطيه وتحل له الروتري تعطيه ليه تجي ساهله. دابا هما كانوا في لاميم منين فهمتيني اش بغيت نقول لك وي بعدا سمع خير حتى هو عطيتها لك غتمشي هنا خصني انا نشق لها هنايا اما الا مشيتي واحد شويه انت مشيتي واحد شويه انتايا بحال كتفيكسي وكتعطيها لي هنايا كنلقاها انا قدامي كنرجع عليك شويه اوكي هادشي اللي طرا في هذيك اللقطه هادشي اللي علاش شفنا يوسف دار لها رون بوان كيبان بحال جاب لها دوره كبيره صعب جاب لها ماشي خرج من الكادر واخا متفق بان المنتخب ديال الكونغو ماشي لادفيرسير اللي غنبنيو عليه مي شفنا حوايج مزيانين شفنا وهي اكثر حاجه هي مباراه للتصالح مع الجمهور مهمه من بعد هذاك الاداء المحتشم